ظهور أسماك فضية صغيرة في إحدى ملاعب العراق هي حادثة تعتبر الأغرب على الإطلاق خلال الساعات الماضية، فكيف لأسماك صغيرة تظهر فجأة على أرضية الملعب على العشب ثم تطفو وتتحرك وكأنها في بحيرة أو نهر؟ القصة كالتالي: إذ تداولت وتناقلت منصات التواصل مقطع فيديوي للحظات رش أرضية إحدى الملاعب في العراق، قيل أنه ملعب كلية التربية الرياضية في بغداد، تم رشها بواسطة مرشة مياه. يبدو أن مرشة الماء تسحب الماء مباشرة من النهر دون وجود فلتر تصفية تنقية لما يتم سحبه من كميات الماء، فتسحب معها الشوائب والأسماك الصغيرة من الماء ثم تنتقل مباشرة إلى داخل أرض الملعب كما سنشاهد في مقطع الفيديو. طبعا من كانوا متواجدون داخل الملعب اندهشوا في بادئ الأمر لرؤية الأسماك على الأعشاب وكيف تواجدت هناك. لنتابع. باعي قاعد أسقي في الملعب قام يدب سمك الموي لكن واش قد سمس رزق رزق اي باو شلون هو طار لك باو علي شنو ذن الطارن من الصوندة من هذا المدفع هاي وعديك هاي ما شاء الله اي باو ايش قد هسه يطلع هذا مطبب الصوندة من هناك بحوض ما سمس شو جاي يسقي يا بعد تدجونه تجين والله اي تطلعهن هنا طلعهن مويد بس غير بين زفرة علاقة علاقة بحيرة ما جادرية هاي الطين هنا هاي وحدة هاي ذني هاي والله سمعت والقرآن قاعد باوع شنو هذا يطير باوع ايش قد علاقة علاقة طبعا شوف سبحان الله رزق سبحان الله علاقة علاقة شوف ايش قد صار كله طار بس من هنا تعال هاي ذني ما يدي ذني باكر ليش طاح يطب هذا هاي برجله يطب عظمه برجله بعد هذا قول بطال مين القباق يمكن من يسقي يطلع همات لمهن لمهن خذين شويهن اليوم تقلا تقلا لا مدعى ابو علي هسه والله لو موجود كان اخذهن والله ياخذني يغسل ياخذ والقران ياخذهن يسويهن قبضه بالهاي تونه اذا مرشات الماء سحبت الماء مباشره من النهر إلى أرضية الملعب. تهكم وسخرية من طريقة رش أرضية الملعب بالماء مباشرة من النهر أثار موجة من الانتقادات اللاذعة، فكيف لعشب الملعب أن يتم سقيه بهذه الطريقة البدائية؟ فكتبت عشرة التعليقات والانتقادات على ما جاء في مقطع الفيديو المتداول، ورصدنا لكم بعضا منها، والبداية مع آي كيو. يقول آي كيو في تعليقه: هذه المضخة مات الماء ما بها مصفي وسحبته من الشط لأنه السمك صغار. تعليق آخر من شاهناز: يا الله شنو مطرة سمك يا معودين، احنا بلد المفاجآت والخير ويقول لك المطر مو خير دي الله هم قولوا مو زين الشتاء وما يفيد. تعليق من كرار يقول: هذا ملعب كلية التربية الرياضية في جامعة بغداد، جابوا لكم سمك بعد شو تريدون؟ مي فريش وتازق ويا سمك، هسه الملعب دق زفر، لازم يطشون مي ورد وليمون وورا هالرش مات السمك. تعليق آخر من شمران ياسر: المفروض يرجعون السمك الصغير هذا للشط، خطية بعدهم صبيعيات، ما يصير هيجي كل شيء أكل وشوي وسقف، إيش بيكم همكم على بطنكم؟ تعليق من سنتافي موكا يقول: هاي آني أقول لك علامات الساعة، كل يوم أكو حفلات بالعراق جايبين فنانين يقولون ماكو فلوس والفقير ميت من الجوع، اليوم تمطر سمك باكر تمطر عقارق وسلاحف.